حملات التبرع بالدم داخل مدينة فاس، دائما بالتنسيق مع المركز الجهوي لتحقن الدم والسلطات المحلية. اليوم حنا حاضرين في مركز ابو بكر العربي جماعه المشوار فاجدين، كاين واحد الاقبال كيف كتشوفوا كبير من طرف التجار ومن طرف الساكنه والمواطنين يعني داخل هذه الجماعه. وصلنا العدد مهم الحدود الساعه 12:30. هذه العمليه كنقدموها يعني مساعده للمركز الجهوي لتحقن الدم، لان كيف كتعرفوا على ان كاين خصاص في وحدات الدم، كنقدموها للمستشفيات والمرضى في وضعيه حرجه. ذهبت الجمعيه يعني منذ بدايه الجائحه ولا قبل من الجائحه، ولكن هذه الحملات تكاثرت لان كيف كتعرفوا لان كاين حالات كتحتاج لهذه الوحدات الدم. انا كرئيسه الجمعيه ارى على ان عمليه التبرع بالدم وجب أن تكون قضية مجتمعية، وجب أن ينخرط فيها المجتمع المدني والمؤسسات والمواطن المغربي، وهذا العمل إنساني عمل نبيل، الأجر ديالو كيتحسب عند الله سبحانه وتعالى. حنان الكبير عضو في جمعية كفاءات المواطنة التنمية. بهذه المناسبة كنتوجه بالشكر الجزيل يعني السلطة المحلية وقيادة السيد القائد ديال منطقة فاجدين وكذلك السيد الباشا اللي عبروا على روح المواطنة ديالهم والمساهمة ديالهم في هذه الحملة اللي هي حملة تبرع بالدم. حنا في أمس الحاجة كيف ما كيعرف مركز تحقن الدم واحد الخصص كبير بالنسبة للدم، وهذا نداء موجه كاع لساكنة مدينة فاس أنهم يشاركوا في مثل هذه الحملات هذه، وخاصة كيف ما كنعرفوا أن بزاف ديال الناس محتاجين الدم، خاصة أمراض كيف ما كنقول لك ديال الدياليز كذلك السرطان، كاع اللي محتاج الدم بصفة عامة. والشكر الجزيل كاع لساكنة فاجدين اللي عبروا على واحد الروح الوطنية اللي جاوا بواحد الكثافة باش يتبرعوا بالدم ديالهم، وهذا شيء جميل معروف على المغاربة كاع كاملين. وشكرا لكم وتحيات كاع المغاربة كاملين. مبادرة إنسانية حتى هنا كنحاولوا نتبناها.